بسم الله الرحمن الرحيم. بنحب نصبح على الشعب المصري وبنقول لهم صباح الخير، وربنا يا رب يجعل أيامنا كلها سعادة، وربنا يا رب يرفع عننا البأس، وربنا يا رب إن شاء الله بإذن الله ييسر لنا أمورنا ونمشي ناحية الصلاح والإصلاح ونبعد عن طرق الفساد والإفساد. مجموعة رسائل صغيرة كده حابب ألخص فيها وجهة نظري ووعي عن الفترة اللي فاتت والأحداث اللي بتحصل خارج مصر، ومقصود بيها استهداف مصر، والمقصود بيها يعني مش عايز أقول تدمير مصر، ولكن عودة مصر إلى الوراء، وإن شاء الله عمرها ما هترجع إلى الوراء تاني طول ما فيها ناس مخلصين، وطول ما فيها ناس عندهم ذمة وضمير، وطول ما ربنا حميها بإذن ربنا سبحانه وتعالى، لأن أمر ربنا خلاص أراد لمصر أنها تخرج من كبوتها وتقف على رجليها، وإن شاء الله توصل في المعاد المظبوط اللي ربنا محدده بإذن الله. بحابب أوجه شوية رسائل كده للصور والأشكال والأشخاص الشبكة الرئيسية لتنظيم تدمير مصر شغالة عليهم الفترة اللي فاتت. ده من وجهة نظري وده وعي ولا ألزم بيه أي أحد على الإطلاق يعني، ولكن يعني من باب الدين النصيحة ومن باب تواصل بالحق وتواصل بالصبر. فإن كان عند حضرتك كلمة حق ووعي كونته عن تجربة حياتية طويلة ودراسة يعني تحاول تكتشف الصورة الكاملة، من واجبي ان انا اقولها، جايز اي حد ينتفع بيها، لا الزم بيها اي احد على الاطلاق، هي وجهة نظر شخصية اردنا بها النصح والاسترشاد بهدي ربنا سبحانه وتعالى في الحفاظ على وطننا الام مصر اللي من غيره احنا ما نسواش اي شيء. فالرسالة الأولانية بحب أوجهها للأستاذ المحترم أحمد طنطاوي، وبنقول له يعني إعادة تدوير المصطلحات السياسية وإعادة تدوير نقول إيه؟ نقول الرمز المعارض أو الشكل المعارض للدولة المحترم المهذب اللي ما بيغلطش مش هينجح لأسباب أنا طبعا يعني أترفع عن الإساءة لأي شخص، ولكن أنا متابع أحمد طنطاوي من أول ما دخل مجلس الشعب بتشيرت وبنطلون جينز. طبعا دي حرية شخصية أن أي حد يلبس أي حاجة، بس ولكن بما أن حضرتك بتدعي أن حضرتك بتفهم في أساليب السياسة وبتفهم في الاختلاف وبتفهم في الذوق العام وبتفهم في الحكم وأساسيات الحكم، كان من الأولى عليك أنك ببساطة خالص تعرف أن في حاجة اسمها لكل مقام مقال. يعني حضرتك رايح مجلس الشعب، ده مجلس الشعب الذي يمثل الشعب، وده صورة لأعضاء مجلس الشعب اللي هما بيرمزوا للشعب، ما تروحش ببنطلون جينز وتيشيرت، ما حصلتش قبل كده وكانت سابقة من نوعها. نخرج من القصة دي ونعود لأحمد طنطاوي دلوقتي حاليا. أحمد طنطاوي ببساطة خالص توصيفي لي، أنا لا أسيء لأي شخص، ولكن توصيفي للحال اللي هو بيمر بيها، هو بيحاول يصدر نفسه هو أو سواء بقصد أو بدون قصد، ولكن هي دي الصورة اللي واصلة دلوقتي، وربنا أعلم بالنوايا، وأنت قلت كل واحد ونيته، وربنا أعلم بنيتك. لو أنت إنسان صادق ربنا هيرفعك، لو أنت إنسان غير صادق ربنا هيخسف بيك الأرض. ولكن أنا بقول وجهة نظري اللي أنا مكونها واللي أنا مسؤول عنها من متابعتي ليك والغيرك في الفترة اللي فاتت. أحمد طنطاوي بيحاول يصدر وكأن الدولة المصرية حطاه في دماغها، مع أن أحمد طنطاوي يعني أنا مش فاهم يعني لو أنت أحمد طنطاوي ما ظهرتش علينا أصلا لمدة شهر أو اتنين أو تلاتة، الدولة المصرية شغالة أصلا.
بيصور للبعض ان الدولة المصرية واقفة في سكته او حاجة زي كده. ببساطة خلاص، انت سافرت مرتين ورحت لبنان وما زلت في لبنان دلوقتي، معرفش ايه الدراسة اللي في لبنان دي. انا اول مرة اسمع بصراحة، يعني مع احترامي لدولة لبنان، ولكن اول مرة اسمع عن قصة لبنان. بتفكرني بأيمن نور، برضو كان له علاقة بلبنان. مش عايز اربط الصلة ما بينك وما بين أيمن نور، الله اعلم اذا كان في صلة ولا لا، ولكن ربنا يوفقك في دراستك. ما فيش حد منعك انك تطلع تدرس، ما فيش حد منعك في المطار، بتمارس حقوقك السياسية تامة، مش حد منعك من الكلام، بل بالعكس ده انت بتصور مع اكبر محطات الخيانة على مستوى العالم، وهي البي بي سي. ايوة الخيانة زي ما انا بقول، ايوة انا ما غلطتش. فيعني الحمد لله انت مش ممنوع من اي حاجة، ومش ممنوع انك تكتب، سيبك من الكلام الفارغ اللي انت بتصدره ده. اذا كنت انا كانسان بسيط ما فيش حد يعرفني، طالع بقول فيديوهات وبتطلع على المنصات الاجتماعية، فانت ما شاء الله عليك قادر توصل للمحطات الاعلامية الكبيرة، وغير ممنوع انك تقول اي حاجة. بالعكس ده انت بتخبط في رئيس الدولة شخصيا، ورئيس الدولة ما اقامش عليك حتى دعوة انه رد حق، اللي رمز الدولة مش رد حق شخصيا. فاوعى تصدر للي بيشاهدوك او المناصرين ليك او اللي عقلهم على قدهم، اللي بيصدقوا لمجرد ان في حد قال انا معارض فيلا هوب يلا معارض واركب الترند والكلام ده. انت لست معارض في اي شيء. المعارض يا استاذ احمد، يا محترم، يا نائب، يا اللي سقطت حضرتك في الدورة التانية وما اعرفش ايه المشكلة في ان حضرتك ما تكملش الدورة التانية. لو انت سياسي ويهمك مصلحة البلد كنت انخرطت في الحوارات المجتمعية اللي شغالة دلوقتي بدون التنصل منها. اصل انا اختلف واحترم الكلام ده حبيبي ما ينفعش في السياسة. ما فيش حاجة اسمها اختلف واحترم الكلام ده وتنفصل. يعني انت لما ان شاء الله تبقى رئيس دولة فتختلف مع الشركاء اللي هم الشعب، هتقول لهم معلش اصل انا مش هقدر اكمل مدتي لان انا اختلفت معاكم بصراحة، أنا ليا أيديولوجيات مختلفة التي لا تتفق مع كينوناتكم، زي عمرو حمزاوي كده، مجرد أي كلام في أي بتنجان وبتصدر مشهد سياسي وكأنك رجل عظيم ورجل تمتلك من الرؤية السياسية الفظيعة اللي ما فيش أي حد، لا من الشركاء نفسهم في حزب الكرامة اللي أنت كنت بتنتسب إليه، ولا الشركاء الحوار المجتمعي، ولا الدولة قادر يتفق معاك فيها. أمال مين هيتفق معاك؟ أنت؟ يعني لو أنت حضرتك بتبص في المراية وفاكر أن حضرتك أنت يعني ملك زمانك ووحش الكون ومحور الكون، قول لنا حضرتك على أفكارك مش مجرد كلام. أنت قلت أقوال وأفعال، والله طلع من السويد ده لكل مشاكل مصر اللي موجودة، واطلع قول 1 2 3 4 5 6، ما طلعش تقول كده وتهجس وخلاص. المعارضة والاتفاق مع السلطة، مش حاجة اسمها سلطة، اسمها الاتفاق مع ولي الأمر أو حاكم الأمر، اللي حضرتك لازم تحط نفسك مكانه وتبقى منصف وأمين في تناولك للموضوع، وتبقى منصف وأمين وفاهم إيجاد الحلول وأنسب الحلول للوقت والمكان اللي انت فيه. فتصدير انك انت مظلوم او مضطهد او الكلام ده كلام فارغ، بدليل انك بتطلع تقول اللي انت عايزه، قاعد مفيش اي حد عمل لك اي حاجة، اهلك ما شاء الله قاعدين بياكلوا بيشربوا وبيتنعموا في مصر، واحتمال يكون معاهم بطاقة تموين كمان. فتصدير ان حضرتك معارض ومعارض للسلطة ومعارض للنظام، اهلا وسهلا، شرفت المحكمة، اطلع قول انت معارض في ايه وورينا حلولك بس. فدي كانت رسالة بسيطة كده لأحمد طنطاوي وعادة تدوير النموذج السياسي الفاشل. يعني مش هينفع، شوف لك دور لك على حاجة تانية. الأستاذ وائل غنيم عجبني قوي الجيم اللي هو بيقول على نفسه، أنا بقتبس من كلامه، هو بيلعب جيم حلو قوي قوي قوي، وهو برضو نفس القصة وماشي في نفس السكة اللي هي إعادة تدوير. وائل ظهر في البداية في فترة كان الشعب المصري والشباب المصري كان غافل جداً، وظهر وائل وكأنه السائر اللي ما فيش زيه، وكأنه اللي ما شاء الله اللي فاهم مشاكل مصر وقادر على حلها، مع ان وائل لا هو عايش في مصر ولا بيشتغل في مصر، وما شاء الله يعني الدنيا كانت ماشيه معاه حلوه قوي في جوجل، فمعرفش ايه اللي صدره في المشهد ده. عموما وائل اتصدر ومنى شاذلي ساعدته، ويعني الدنيا كانت سايحه وبزراميط في الفتره ديت، وكان المخطط ان يظهر وائل وغيره
عشان الشباب يصور. حاضر، على عيني وعلى راسي، صور يا شاب وجميل، بس افهم انت بتصور على ايه، وافهم انت لما بتروح بتهد بلد ولا بتهد بلدك ولا كذا ولا كذا، ولا بتحرق المجمع العلمي ولا بتحرق بلدك ولا بتحرق كنيسه، ما انت بتحرق نفسك، انت ما بتحرقش حاجه، انت ما بتكسرش عربيه شرطه، مع عربيه شرطه دي بتاعتك انت. اذا كنت معترض على نظام او معترض على اسس او مبادئ الحكم، اطلع وبكل احترام وبكل ادب وبكل ذوق قول 1 2 3 4 5 6 اتسجنت، ده دفاعا عن رايك، وصاحب لو صاحب مبدا هتكمل وربنا هيظهر الحق. انما تخاف او تعمل حاجه غلط او تاخد ناس في سكه تانية عشان تنفذ المخطط اللي انت شغال عليه، فاعتقد ان ده قمه الخداع واقول ولا ايه. فوائل دلوقتي يعني هو بيصدر لنا نفسه، مره قال عملت، ومره بيشرب حشيش، وعايش بره وبيحب البلد بس في نفس الوقت مش بيحب القيادات، وبيتواصل مع القيادات بس في نفس الوقت برضو في ناس معارضه. لا حد عرضك يا وائل انك ترجع حبيبي، ولا حد عرضك انك تقول رايك، بس الجيم اللي انت بتلعبه واعاده التدوير من الاول وجديد، لربما اذ لربما كده يحصل في الامور امور. بحب اطمنك، وانت اكيد اكتر واحد هتفهم الكلام اللي انا بقوله لك ده، ان شاء الله مش هيحصل في الامور امور، ومش هترجع تاني، وهتفضل كده على الرف يا وائل لغايه لما تتمسك بقضيه حشيش او ربنا يخلصنا منك ومن اللي زيك. الاستاذ عماد الدين اديب طلع من فتره كده، وانا بصراحه يعني الاستاذ عماد الدين اديب يعني عندي تحفظات كتير عليه، مش مجالنا دلوقتي، ولكن انا زي ما انا قلت كده، انا لا اسيء لاشخاص، انا بوصف الكلام وبوصف حالهم، وزي ما هم اليوم الحق ان هم يطلعوا علينا كده ويبخوا سمومهم ويقولوا اي كلام، احنا من حقنا برضو ان احنا نرد. بس فالاستاذ عماد الدين اديب طلع من شهر كده ولا من شهرين، وقال من 3 شهور 4 شهور من بدايه ازمه اوكرانيا، وقال ان احنا كشعوب عربيه شعوب مفعول بيها في الأزمة. فمعليش يا أستاذ عماد، يعني أنا عندي نخوة، أنا عن نفسي، أنا بتكلم عن نفسي، أنا عندي نخوة، وأعتقد أن كتير جدا من الأفراد الشعوب العربية عندهم نخوة، والشعب المصري تحديدا ما يملكش غير نخوته وكرامته، يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي لسه إيه فضلاله. فإذا كنت أنت حضرتك حاسس أن مفعول بيك، فده دي حاجة تخصك، وانت مفعول بيك لوحدك، احنا مش ملزمين ان احنا نبقى مفعول بيك معانا. اذا كانت في ازمه بنتعرض ليها، فاحنا بنوجد الحلول عشان نخرج من الازمه دي، سواء اذا كنا مشتركين في الازمه دي او ازمه مفروضه علينا لاسباب واوضاع مش هنخوض فيها وتفاصيلها دلوقتي، لان الوضع الفيديو يعني مده الفيديو مش عايز اطول على الناس. فاذا كنت حضرتك مفعول بيك لوحدك، فزي ما قلت حضرتك دي حاجه ترجع لك انت. احنا كشعوب عربيه، وانا كفرد عن نفسي بالأصالة عن نفسي، لا أقبل أن أوصم بمثل هذه العبارة. حضرتك من أيام الأستاذ جمال، وكنت شايف أن جمال مبارك أفضل رئيس لمصر، راجع فيديوهاتك تاني، فأوعى تدعي الوطنية دلوقتي وتقول أنك أنت خايف على البلد والكلام ده والحاجات دي. وإظهار الرئيس السيسي لوحده كده، جيت أنت من فترة كده مع عمورة حبيبي أخوك، وطلعت وقلت كلام حلو كده، عارف انت السم في العسل، وكأن الرئيس السيسي هو اللي شايل حمل مصر وكذا وكذا وكذا، عشان تفصل الرئيس السيسي عن المصري، يبقى الرئيس السيسي في كفة والشعب المصري في كفة. لعبتك مكشوفة عمدة، وحابب اقول لك يعني اتقي ربنا في نفسك، واتقي ربنا واعرف ان ربنا هيحاسبك على كل كلمة بتقولها، وكل فعل ممكن كلامك ده ينتج عنه ايه في البلد. فخفوا علينا شويه، الله يستركم، واركنوا على جنب، لا احنا عايزين نشوفكم، وزهقنا بصراحه، يعني احنا زهقنا منكم بصراحه، لان لا عندكم حاجه تقولوها ولا عندكم ولا منكم فايده نشوفها. فكتر خيركم على كده، ويعني استجم في الفتره اللي متبقيه دي على سقوط السيسي اللي مش هيحصل طبعا ان شاء الله باذن الله، وربنا باذن الله هيفسد خططكم كلها. فاستمتع، يعني انا عايزك تستمتع كده وانت بتشوف الجيم بيتلعب ازاي، وربنا ان شاء الله ايه يكرم، والايام قريبه. طبعا الكلاب السكك الضاله، محمد علي ونرمين ومعتز وناصر وغيرهم من التيارات الخايبه دي. طبعا محمد علي، يعني انا مش عارف، اهلي وناسي، اهلي وناسي، انت اهلك وناسك من هنا يا محمد، يعني انت سارق الناس وسارق الفلوس وطالع عايش في برشلونه، اهلك وناسك منين يا محمد حبيب؟ ما انت كنت عايش 20 30 سنه،
انت وابوك في شغل الجيش، اكتشفت فجاه ان الجيش نصب محمد، عيب عليك يا حماد. فمحمد علي طبعا اكبر مثال على احتياج مصر لنهضة التعليم. يعني لما يكون حد بالمستوى ده بيصدر للمصريين على انه نموذج، فاعتقد ان احنا محتاجين وقفة لنهضة التعليم وتطويره عشان ما يخرجش علينا امثال محمد علي ويطلعوا يبقوا هم المثل والقدوة. يعني الاستاذ نرمين معرفش والله، يعني معرفش انت طلعت لنا من اني بلاعة، والالفاظ السوقيه اللي حضرتك شغال عليها ده طبعا واضح انك انت كنت منخرطه في مجال كده، يعني كل الفاظ حضرتك شمال وكل تفكير حضرتك شمال، ومعرفش المعلومات اللي حضرتك بتجيبيها دي، يعني كنت مخزن اسرار كبيره جدا. لو انت بطله نرمين هانم كنت وانت في مصر كده، وكنا عملنا لك بطله وكنا حطيناك على كوبري قصر النيل بين الاسدين كده، وطلعتي وقلتي احلى فيديو في الدنيا ولا كان حد يقدر يمسك. بس فيعني نرمين كفايه عليها كده، لان ما تسهلش اكتر من كده. معتز انا مش عارف يا معتز انت يعني ايه يا معتز، يعني التسريحه الجميله بتاعتك دي مصروف عليها كتير يا معتز. وناصر برضو البدل، ايه يا ناصر شياكه اخر شياكه يا نصور. فقولوا لنا بقى يا جماعه الفلوس اللي انتوا بتجيبوها دي منين، ومين بيصرف عليكم؟ يعني أردوغان طردكو وقطر طردتكو، مين بيصرف عليك؟ ما هو لو انتوا معاكم شهادات علمية وناس كفاءات هنقول الناس بتشتغل وبتصرف على نفسها، انما انتوا يعني ما شاء الله محمد ناصر ده انت يعني ما شاء الله باي باس كده في الثانوية كده بمجموعة يعني 50%، اللهم لا حسد يعني. ومعتز اعتقد ما يفرقش عنها كتير، ونرمين مسيرة يعني بتاعت مساج، المساج بيكسب. محمد علي حرامي، فده محمد علي عرفناه، ونرمين بتاعت مساج فممكن تكون شغاله في الموضوع، ففي منها رجا يعني بيجي لها مصاريف. معتز وناصر انا مش عارف انتوا بتشتغلوا ايه بصراحه، يعني مين بيصرف عليكوا عشان تطلعوا تقولوا الكلام. فدي كانت مجموعه رسائل كده صباحيه حابين نقولها لاخواتنا المصريين. طيب نبذة بسيطة كده أو كلمة بسيطة كده بوجهها للشعب المصري وبوجهها للرئيس السيسي، هل أنا مستني حاجة من الدفاع عن الرئيس السيسي؟ أبدا. طيب هل السيسي كحاكم مستني من واحد زي هو ما يعرفوش أصلا أنه يطلع يدافع عنه؟ أبدا. طب أنا بدافع عن السيسي؟ أبدا برضو. وأنا بدافع عن مين؟ أنا بدافع عن بلدي. طيب نفترض ان السيسي النهارده الصبح قال لكم سلام عليكم يا شعب مصر، يلا بالسلامه، مش انتوا عايزين نمشي، خدوا المفتاح اهوت ودوروها، هتجيبوا مين يدورها؟ وهيدورها يعمل ايه؟ وهل اللي جاي ده معاه كنز من السماء مثلا عشان يحل مشاكل مصر؟ طيب السيسي كمل مدته، والسيسي قاتل والسيسي ظالم والسيسي مش عارف ايه واي كلام في البتنجان، وكلام ملوش اي علاقه بالواقع. طيب اللي هيجي بعد السيسي هيعمل لكم ايه كشعب مصر؟ هيوكلكم في بقكم؟ طيب مشاكل مصر ببساطه خالص، يعني هو في حد كان قال لكم على مشاكل مصر ايام السيد حسني مبارك؟ ولا السيد حسني مبارك كان ملايس الدنيا ومطينها بطين لدرجه ان الناس كلها كانت عايشه في خمول، وكان في كان في اخصاء فكري عند الناس، مفيش اي حد لا بيفكر في مشكله ولا بيفكر في حل. طيب جه حسني وربنا يرحمه، طبعا لا نتكلم في اموات، انا راجل عشت الفتره اللي كان حسني مبارك رئيسا لمصر، ويعني انا كفرد من الشعب المصري بقول ان حسني مبارك ما عملش غير المترو والطريق الدائري. لو في اي حد شايف ان حسني مبارك عمل مشاريع لمصر غير الاثنين دول في 30 سنه يبقى يطلع يقولها لي. جت الثوره وطلعت اقذر ما فينا وطلعت احسن ما فينا، احنا سيبنا احسن ما فينا ومسكنا في اقذر ما فينا. طيب فترة انتقالية ونط على المركب الإخوان المنافقين الضالين المفسدين اللي لو قلت فيهم للصبح مش هخلص. طيب وراحت الإخوان، لا هي بفضل السيسي ولا بفضل الجيش ولا بفضل المخابرات، الإخوان راحوا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد للأمر أنه ينكشف. يعني إيه؟ تجار الدين وأدعياء الدين اللي موجودين في مصر تصدر المشهد مين فيهم؟ الإخوان. طب في ناس أدعياء تانيين موجودين بس منافقين زيهم خايفين قاعدين في الدرة، بس إن شاء الله بإذن الله ربنا بإذن الله يخلصنا منهم. طب الإخوان تصدروا المشهد في خلال سنة يا مؤمن، ربنا بإذن الله بإذنه وحده تخلص منهم. أظهر في عبد صالح اسمه عبد الفتاح السيسي موجود في الفترة ديت
كان سبب في الموجود في ان هم يختفوا من المشهد. طيب حد يقول لي طب ما هو السيسي هو اللي طير الاخوان. طب ما السيسي اصلا لو كان حابب انه سلطه ولا حابب انه يستنفع من وراء الاخوان، منصبه كوزير دفاع افضل من منصبه دلوقتي. على الاقل دلوقتي انتوا بتشتموه وعمالين تقطعوا فروته. هو كان وزير دفاع ولا كان في اي حاجه، ده مملكه، كان يقعد ملك واول وزير دفاع بطعم الثوره واول وزير دفاع اخواني، وكان ياكل عيش كتير قوي على الكلام ده. انما لما واحد يكون عنده ذمه وضمير ويتصدى للمشهد بكل امانه وانصاف ويخرج مصر من اول مشاكلها وهو الاتجار بالدين، ودي مشكله متعمقه في جذور الشعب المصري من اول ما الاخوان المسلمين ظهرت على مدار ال 100 سنه اللي فاتت وبوظت النسيج المصري. اول مشكله خلصنا منها العبد الصالح الرئيس السيسي هو التجار الدين، الاخوان المسلمين. اللي عايز يصدق الكلام ده يصدقه، اللي مش عايز يصدق براحته. فلو السيسي كان عايز يستنفع من القصه دي كان قاعد في وزير الدفاع دي وقعد لحد ما ربنا ياذن له بالرحيل. انما الراجل تصدى للموقف بكل امانه واخلاص واراد ربنا سبحانه وتعالى انه يبقى على ملك مصر. انت لو معترض على اراده ربنا قول يا رب انا معترض على ارادتك، خلصانه، عشان بس مفيش حد يقعد يتكلم وينهري في المهري. لو السيسي، لو انت كمؤمن بتصدق ان الكون ده ما بيحصلش فيه حاجه غير باراده ربنا سبحانه وتعالى، قول له يا رب انت في حاجه مش مظبوطه في الدنيا. ما هو ببساطه خالص اسال نفسك السؤال ده كاخواني خروف ماشي ورا القطيع، اسال نفسك السؤال ده، هو السيسي اقوى ولا ربنا؟ الموضوع بسيط والله. هل انا كده بكفر؟ ابدا والله، بس انت كاخواني لازم تفكر في الكلام ده. هو السيسي بيحكم في ملك ربنا بحكم ربنا ولا بحكم السيسي؟ بحكم ربنا. يبقى اذا لو هو صالح ربنا هيديله، لو انت مؤمن. لو هو مش صالح ربنا مش هيديله، خلاص خلصنا الموضوع. لو انت مسلم امرك وامر بلدك لله، ولو انت مؤمن حقيقة بان الملك لله، خلصنا خلصان. طيب الرئيس السيسي ببساطة خالص يعني بعد ما ربنا يأذن له بالرحيل، سواء المدة دي أو المدة اللي بعديها أو المدة اللي بعديها لغاية لما ربنا يأذن له بالرحيل من الدنيا، اللي هيجي وراه أنت منتظر منه إيه؟ ينزل لك بكنز من السماء، يطلع لك من الأرض عفاريت تطلع لك ذهب؟ طيب شعب مصر نصه في أمية، يعني نص، يعني السيسي او غير السيسي واخد شعب 100 مليون 50 مليون منهم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، وال25 اللي باقيين اللي هم في الجامعه اللي وصلوا للجامعه دلوقتي نتيجه السياسات الخاطئه والتعليم الفاشل ما بيعرفش يكتب اسمه. واقصى امانيه اتفرج على محمد رمضان وحمو بيكا وشاكوش. طب يعني لما تكون دوله بالشكل ده عايزين منه يعمل ايه؟ ما هو مفيش حد بيعمل من الفسيخ شربات، مفيش حد في الدنيا بيعمل من الفسيخ شربات. الفسيخ هيفضل فسيخ والشربات هيفضل شربات. فإن ما كانش الشعب نفسه هيغير من نفسه والناس تطور نفسها والناس تفهم يعني إيه مشاكلها، عمر ما في بلد هتطلع لقدام. سواء السيسي أو غير السيسي هيعمل إيه؟ هيطلع بالدولة لقدام إزاي؟ إذا كانت الناس عمالة تقطع في فروته، طب هو عليه بايه؟ سلام عليكم بكره الصبح يلا دوروها. انما مفيش كده، اللي عنده ذمه واللي عنده ضمير واللي عنده مسؤوليه ويعرف ربنا سبحانه وتعالى بيفضل في الموضوع لغايه لما يوصل لاخر نتائج. وان شاء الله باذن الله لو انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم العالم حواليك ماشي ازاي هتعرف قد ايه الراجل ده مظلوم معانا في الفتره دي. طيب الشعب المصري لما يكون نص امي ما لا يقرأ ولا يكتب ويكون نصه عاطل، هل السيسي مسؤول على انك ما اتعلمتش او انك مش لاقي شغلانه؟ طب لو انت ما انتش لاقي شغلانه ومش عاجباك مصر ومفيش اي حاجه تقعد تشتم في رئيس الدوله وتقعد تشتم في الحكومه وتولول زي النسوان؟ لا يا عم تعالى، انا بقول لك تعالى خش على اي دوله عربيه كده وريني شطارتك. تعالى حضرتك بتشتغل ايه؟ مالكش شغلانه. طب معاك شهادات؟ مش معايا شهادات. اقصى امانيك انك تشتغل عامل في مزرعه. يعني ايه عامل في مزرعه؟ يعني اخرك 1500 2000 ريال اكل شارب نايم بال 2000 ريال، هتسكن ب 800 ريال ولا 900 ريال ولا ب 1000 ريال، هتقعد وتاكل طوب وتاكل تراب وتاكل عيش حاف وتوفر يا دوب اللي باقي عشان تقدر تبعته لعيال. طب ما تعمل الكلام ده في بلد، ما تطلع بتعمل لك سندوتشين ثلاثه وتطلع تبيعهم، ما تجيب لك حته عربيه وتطلع تبيع عليها ركيه شاي
ولا انت برنس، ولا انت ابوك وامك مخلفينك مدير؟ ادي اخرة القصة. انت لو معاك شهادة وريني شهادتك، ما لقيتش مكان في بلدك اهلا وسهلا، متشكرين يا بلدي ان انا اتعلمت وانك صيناني لغايه دلوقتي ان انا ليا مكان، اطلع ورينا شطارتك في اي بلد تاني، ورينا نجاحاتك يا عم العبقري، ورينا اينشتاين ابتكاراتك. انما هنقعد نولول ونهد في البلد طوبه ورا طوبه، لا هتطلع بالسيسي ولا من غير السيسي. بس فحبينا نصبح على اخواتنا كده ونبعت شويه رسائل، وربنا يقدرنا على فعل الخير في الفتره اللي جايه. سلام عليكم.